كيسميوك انك انت كتحاولي اعاده احياء التراث الغنائي والموسيقي القديم نتاع المغرب من خلال الاصوات وغناء يهودي. وشكون هما المغنيين اللي غنيتي لهما نيتا؟ بزاف من غير زهرة الفاسية. زهرة الفاسية هكا ماما عطي الماما اول تكريم الاول اللي درته في المغرب كان للموسيقي ألبير سويسا. حيت هو كان يكتب ويلحن بزاف ديال مشهور كان. ايه وشنو غنيتي لألبير سويسا نيتا؟ بزاف خليوني معاه حبيبي خليوني معاه انا نحبه في قلبي وربي عطاه لا تلوموني مع حبيبي خليوني معاه خليوني معاه. كاين حتى سامي المغربي ضيعت شبابي وفرقت حبابي وعدي على وحيدة سامي. وزهرة طبعا هكا ماما وانت قلتي لي تعالى وانا خوات ما نجيش بالليلة يا نا انت عينك في الدسيسة والبريسة والمضارب الكبر اه يا نا وانا عيني في القهيوة والغناية والفرح الصغر اه يا نا. لا الله يا غزالي يا غزالي ويا قيق الحجبان اه يا نا اتفق. شنو الاخر شكون اخر اللي غنيتي؟ جو عمار. ايه ايوا وكتقول نينو من المغربيه نينو نينو المغربي. نينو المغربي خدمت معاه حيت هو باقي عايش الله يطول في عمره. إيه؟ هو كان معلم ديال بزاف ديال الناس هنايا والنوع ديال الستيل ديالو كان خصوصا شقوري وجيري ودكشي هو معلم كبير في العود في الغناء تنحب الغناء ديالو. وطبعا الغروند موريس المديوني غنيتي مع موريس المديوني؟ غنيت مع كل الاغاني ديال اليهود وداك الستيل ديالهم غنيت للوهرانيه وللمونتي. وغنيتي مع غايموند البيضاويه؟ انا غنيت الاغاني ديال للمونتي ليلى فتح وليان صغفتي ولكن هادو ثلاثه لميم مغنيه حيت كان عندها ثلاثه ديال الاسامي. عندها كانوا عندها ثلاثه الاسامي ايه اليهودي الفرنسي والعربي. وشنو الاسم ديالها اليهودي كان؟ ليان صغفتي. ليليان ليان ليان صغفتي هي لين مونتي هي ليلى فتح. هي ليلى فتح كنت اكتشفوا معاك حويجات نيتا. ايه وشكون اخر مع من غنيتي؟ رايموند بيضاوية نينو المغربي موريس مديوني مايكا روتشي ايوا وماكسيم كاروتشي. وطبعا فاميليا بوتبول المشهورين. انا حاين بوتبول هو نجمة ديالي بحال انا تنحبو بحال مايكل جاكسون ديالي. نقولو حيت هو عنده ستيل ديالو تحمقني الطريقة كيف كيغني الشعبي المغربي مع الجيتار الكتري جيتار ديالو ثاني يعني زعما خفيف. عنده سكيل ديالو تنحبو بزاف والله يطول في عمره. باقي عايش في فرنسا دابا وضيعنا هذا العام مارسيل اللي كان عايش في طنجة. مارسيل بوتبول كان كمانجا كيلعب كمانجا وكي كانوا هما الفامي بوتبول معروفين في الموسيقى ديالهم في المغرب. بابا ديالهم جاكوب كان يكتب ويلحن بزاف ديال الاغاني. جاكوب بوتبول غنيت واحد الاغنيه ديالو خوتي غدروني. ايه عرفتي علي عرفت. عاودنا الحكايه احكي لي الحكايه ديال هاد الاغنيه ديال جاكوب بوتبول. ايه جاكوب كتب واحد الاغنيه ايه على النهار اللي مشاو الاخوات خوتو واخواته مشاو هاجروا لاسرائيل بلا ما يقولوا والو ما قالوهاش له ما قالوهاش وحس
زعما بحال غدروه. وكتب هاد الاغنيه خوتي خوتي غدروني إيه على اساس ديال القصه ديال يوسف، يوسف سيدنا يوسف بحال الغداره ديال الاخوان ديال يوسف. قال كيقول في الاغنيه في البر الغارق دلوني يا حبابي يا حبابي، زعما كيغني لهم انتوما لحتوني في في البر عميق وانا بقيت بوحدي بحال يوسف سيدنا يوسف. اغنيه مؤثره. ايه قولي دابا دابا ذكرتي لي بزاف الاغاني ديال المغنيين يهود اللي تعاملتي معاهم وغنيتي معاهم ولا كتحفظ الاغاني ديالهم، وعندك علاقه مثلا بمغنيين مسلمين مسلمين في المغرب اللي كتخدم معاهم وكتغني لهم؟ شنو هي الاغاني المغربيه الغير اليهوديه اللي غنيتي مثلا في اسرائيل؟ الاغاني المغربيه اللي غنتهم اللي غنيتها في المغرب ولا تسمى عندك غير اليهودية مثلا، شنو الأصوات ولا الغناء المغربي اللي كيعجبك وغنيتيه ولا المغنيين المسلمين اللي تعاملتي معهم وكتعامل معهم؟ غنيت مع محمد العسري، مع عبير العبيد، تنامر حاسي. تنحب بزاف الموسيقى المغربية، ماشي غير يعني قديمة ولا أندلسية، كنحب تراب بوب، كنسمع إسام، كنسمع شايفين، كنسمع بزاف ديال الشباب الصغار اللي كيديروا موسيقى معاصرية وديما ديما تنحب طبعا. سمعت سعد مجرد، سمعت البوب أسم المنور، كنسمع كل شيء يعني تعجبني الموسيقى، الموسيقى والغناء المغربي كله. إيه 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 ما عنديش، وحتى القديمة حتى الأندلسية والآلة وداك الشيء. زعما زعما كاين وقت لكل شيء. إيوا تبارك الله عليك. في الجمعة، في الجمعة في نهار السبت كنحب الآلة. إيه. وفي السبت كنحب هذا. وفي خلال الأسبوع تنسمع بوب وتراب و إيه. زعما في المغرب كاين كل شيء، كاين قناوة، كاين بزاف ديال الأنواع. ما تتبعش ما زعما يو كان ليسن، ما كتقنطش. ايه كتسمع لكل شيء، داك الشيء زعما متنوع. ايه ما تكفيش، ما يكفيش، ما يسالي ما يسالي داك الشيء. ما يسالي ايوه ما يسالي. واخا قول لي نيتا، دابا هاد الغناء ولا هاد ستايل ديالك اللي كدير انتيا، واش كاينين بزاف يعني اليهود من اصول مغربيه اللي كيديروا في حالك اليوم في اسرائيل، ولا مثلا هاد الجيل الثالث ديال اليهود العرب، واش كاين هاد الصحوه هاد النهضه يعني من خلال الاغنيه الرجوع الى الذات، الى الهويه، الى الجذور؟ كاين هاد المطالبه بالمحافظه على الهويه وعلى الجذور من خلال الغناء، من خلال الموسيقى، كينا. من خلال الفن؟ كاينه حركه ديال الجيل الصغير اللي كيبغيو الاصل ديالهم، كيبغيو الماضي، التاريخ، اللغه. عندي كاينين بزاف ديال الموسيقيين مشهورين هنا اللي كيديروا بحال اللي كندير في الموسيقى المغربيه، زعما عراق في الموسيقى العراقيه وفي الموسيقى اليمنيه. اسامي بحال رفيق كحلاني كيديرها في اليمن بلوز، الى سمعت على الفرقه هذه. ودودو تاسا، دودو تاسا اسم مشهور هنا، هو الحفيد ديال الكويتي، الفاميليا الكويتي من العراق، والفاميليا ديالو كانوا موسيقيين، اشهر موسيقيين في العراق في هذو الايام. وكاينين مغاربه هنا بحال الناس في الجيل ديالي اللي كيعلموا الصغار، بحال العدلابي كمانجا بلاير، يلعب كمانجا يعلم الناس الآلة والموسيقى الأندلسية والشعبية. وكاينين بزاف في الجيل ديالي اللي يبغيو حتى هما يرجعوا للجذور ديالهم ويرجعوا يغنيوا بالدارجة، وخصوصا دابا مع
مع الاتفاق لناس بغاو يعرفوا بغاو يزوروا بغاو يعني عطشانين بغاو يقربوا لهذا الشيء. وكيفاش تفسر نيطانتي هذه الظاهره وهذا الشيء اللي كيصرى دابا اللي كيوقع؟ علاش عندكم هذا الاهتمام؟ يعني الجيل الاول نتاع الجدود، الجيل الثاني نتاع الاباء، هادو مشاو ولكن حاولوا يمسحوا لهم الهويه والانتماء العربي اليهودي او الامازيغي والثقافه ديالهم، ليدونتيتي ديالهم، الهويه ديالهم، ولكن ما تمحاش داكشي. لان كنشوفوا دابا نتوما الجيل الثالث ديال الشباب اللي خلق في اسرائيل، وعندكم واحد الرغبه قويه في الحفاظ على الهويه وعلى الثقافه وعلى الجذور وعلى الاصل. كيفاش تفسر هذه الصحوه ولا هذه النهضه؟ علاش هذا الشيء واقع؟ اولا حيت كبرنا وتربينا على القصص ديال المغرب، والقصص ديال يعني الجيل الكبير ما كانوش بحال الناس اللي جاوا من اوروبا مع تراوما ومع زعما حاجات اللي ما يقدروش يهدروا عليهم. بالعكس المغاربه جاوا مع سوفينير، مع ذكريات، قصص، ذكريات جميله خصوصا مقارنه لليهود من اوروبا. احنا ما كبرنا على التروماتيك ستوريز من فروم ذا باست، فهمتيني؟ هذا الشيء الاول. ثاني تنفكر كل واحد في العالم ما بغاش يكون فقير. الا عرفتي انت دابا ظهور عندك ما عرفت فاميليا في الهولنديا، اكيد بغيتي تعرفي عليهم، بغيتي تتحسي انا تنحب نكون في هولندا، تنحس في دار بحال في دار. ممكن تعرف مني هو هولندي. دونك فاش تعرف انتينا كل حياتك انتينا عندك جذور في المغرب، طبعا تبغيه، طبعا تبغي تمشي تشوف وتزور وتكون غني بهويتك. ما بغيت واحد الكتابه تكون على في المكتبة ديالي، بغيت بزاف ديال الكتاب، بغيت بزاف ديال الانواع، بزاف ديال الالوان، ما بغيت نختار واحد. دونك تنحس الجيل الصغير قال اوكي دابا حنا اسرائيليين صافي تنهضروا العبريه مزيانه وكل شيء مزيان، ولكن نقصنا في, في, في القلوب ديالنا حاجه، قسم من الجذور ديالنا، من الروتس. وانا تنشكر بزاف للمغرب اللي ديما خلاتنا الباب محلوله باش نرجعوا ونشوفوا هادشي بريفيليج. هادشي ما كاينش في الدول العربيه الاخرى وفي البلاصات اخرى اللي كانوا فيها في تاريخ اليهوديه. ومغرب كانت يعني ديفرنت في شكل من كل الاخرين. حيت ماشي غير دابا مع الاتفاق حنا عايشينكم فيه، لا، خلال مدة وسنين تنمشيو تنزورو تنشوفو وديما كيقبلونا بشكل مزيان وبالحب، وهذه البلاد ديالكم زعما. واش جداتك ملي مشات رجعات المغرب تشوفو ولا ما عمرها ما رجعت؟ لا، هي ما عمرها ما رجعت. والوالدين ديالك جاو؟ جاو بزاف ديال المرات وتوحشوا وبغاو يرجعوا دابا وكيتسناو حتى كورونا تسالي باش يمشيو يزوروا. وقلتي الا زرتي المغرب مره الاولى ديما بغيت تبقى ديما ترجع. واخا كتشوف يعني انت دابا كتعرف ان في المغرب يعني كاين مجهودات كبيره للحفاظ وصيانه الهويه والذاكره اليهوديه للمغرب. وهذا العام ظهر واحد القرار تدريس الموروث والارث العبري في المقررات المدرسيه في المغرب. واش في اسرائيل في المقررات المدرسيه كاين هناك ادماج مثلا الموروث اليهودي نتاع العالم العربي والاسرائيلي، العالم العربي والاسلامي؟ واش مثلا في المقررات المدرسيه
في المدارس كيحكيو لك نتا واش قراوك على الاصل ديالك ليدونتيتي ديالك المغربيه. يا ريت يا ريت على داكشي يقول لك مغربيه تمثيلي اكزامبل ديال زعما الباب اللي ديما اللي ديما مفتوحه وهذا الشيء تنحول هنا الناس يكونوا كومسا ناس يحلوا الراس ديالهم ما يشكروا هادو العدوان وهادو اصحابنا وهادو اصدقائنا وهذا يكرهونا لا خنا احنا خاصنا نحلوا الحدود في راسنا الاول اكيد يعني زعما كاينين الناس اللي كيديروا بزاف ديال الحوايج هنا في اسرائيل والجهود باش الجيل الصغير يعرف ويقرا على التاريخ ديالو بزاف 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 ولكن الى ما تساعدنا الدوله الى ما حبات الحكومه وداك الشيء يكون في المدارس ما يمكن ما يكون دونك جو بونس داك الشيء اللي كدير المغرب خاصنا خاصو يكون منكم كيفاش زعما نتوما تربحوا من هذا الشيء حيت الاولاد والدراري ديالكم في المدارس يكونوا غنيين يعرفوا انا مغربي ولكن في المغرب كانوا اليهود وكانوا الامازيغيين وكاينين بزاف ديال الثقافات وما خصنا نكرهوا حتى واحد زعما التربيه ديالكم تكون حسن كومسا وانا نتمنى في المدارس ديالنا وفاش ولدي كبر هنا يمشي للمدرسه لاميم باش المعلمين ديالو يقولوا له هادو المسلمين هذا القران هذا التورا كل شيء كاين زعما انت ماشي بوحدك في العالم كاينين ناس اخرين كاين اختلاف قبل وتحترم تحترم الاخر إيه والناس الاخرين وانت أيوة. ولدك سميتيه إيليغ ايوا يعني هذا قمه مغربيت علاش يمشي للمدرسه غيعرفوه مغربي غيبداو يسقسوا شنو معنيتها إيليغ علاش سميتيه إيليغ هو بوحدو في العالم دابا سميته إيليغ كوهين هو بوحديتو في العالم عنده اسم هكذا مغربي حيت انا فكرت ديما جهه ماما من دار البيضاء ما عرفت يعني شنو كان من قبل وفاش كنت حامله في مع عيلي بديت مع ذاك البروسيس ديال الباسبور ديالي وبغيت نقلب على اوراق ديال جدي وجبتهم من خالتي وتنشوف ولقيت واحد الباسبور ديال بو جدي وشوفت يعني كان هاد شي كل شي بالفرنسيز ما كانش العربية بالمرة هاد الفترة كانت ديال الفرنساويين اللي كانوا موجودين في المغرب ايه في المغرب وكان كان مكتوب في الفرنسي موشي شريقي جامين إيليغ كان كل عميت واو إيليغ إيليغ هذا عجبني هاد الاسم ولقيت الاسم ديالي ولقيت المستقبل ديالي تبارك الله حيت هذا الاسم كان حيت انا اكتشفته في وقت انا حامله وعجبني الصوت ديال الكلمه وقالوا لي ابخي قالوا لي المعره القديمه اقدم معره في المغرب موجوده في إيليغ دونك هذا اطول يعني هذا عنده جذور واصول طويله هي تبارك الله عليك الله يبارك فيك يعني انت كتقول دائما انت معجبه بالاصوات النسائيه نتاع الغناء اليهودي واشتغلتي على زهره الفاسيه وحاولتي تحيي مجموعه من الاغاني ديال زهره الفاسيه ياك ويرد الاعتبار والقيمه لهذ الاغاني واش سبق لك التقيتي زهره الفاسيه قبل ما توفى في 2005 كنظن توفات ولا في 1995 ايوا واش سبق لك تلاقيتيها ولا حضرتي لشي سهره ديالها لا لا لا
لا هذا الوقت كنت صغيرة ولكن لقيت واحد اللي عرفها وصورها في نهاية حياتها، سميته حيم شيران، حيم شيران كنعرفوه، حيم شيران مخرج كبير ودار حوايج يعني غاسة لوي. أنا عرفت بزاف ديال القصص على المكناس، وكان مكناسي وكان يصور مكناس قبل من كل شيء، مشى لزيارة باش يشوف جذوره، ودار هاد الشيء في التلفزيون رئيسي في إسرائيل، ودار بزاف ديال الحوايج يعني غير بزاف ديال الحوايج هنا. وهو عطاني فيديوهات رير زعما حتى واحد ما شافهم ديال زهرة في نهاية حياتها، ودار لها تكريم، جاب كل الموسيقيين باش يحترم هو، ودار لها حفلة كبيرة مع الناس ديال فاس الفاسيين، وكل شيء جا وعطاو لها الاحترام ديالها قبل ما مشات. وهادشي غسل وين غسل حيم شيران، يعني الفضل كيرجع له. ايوا واخا نيتا، الفيلم الاخير ديال كمال اشكار انت مثلتي فيه، خدمتي فيه، دون تي زيو جو فوا مون بيي، ياك في عيني كنشوف بلادي، اش كيمثل هذا الفيلم بالنسبه لك؟ كمال هو بحال اخويا من والدين اخويا، زعما انا حسيت غراس هذا الفيلم القصة ديالي هي ماشي غير ديالي بوحدي، زعما كاينين بزاف ديال الناس بحالي انا، وكاينين بزاف ديال الناس ممكن ماشي مغاربة اللي كيحسوا لا ميم، اللي كيبغيو اكثر من ما يعطيوهم وما تعطيهم الانفيرمنت ديالهم. هذا العالم عمر بالعجين بالهجرة، كاين الناس اللي مشاو من هنا لهنا من هنا لهنا، زعما حنا ماشي بوحدنا، وكاين الناس هما في دارهم تيحسوا الغربة. زعما هادشي قصة عالمية، وكمال عطاني في هذا الفيلم فرصة كبيرة باش نشوف انا ماشي بوحدي براسي، انا عندي يعني كاينين ناس اللي كيأثروا. قول لي عندك كلمة أخيرة، رسالة، شي كلمة بغيت تقولها للمغاربة باش نقول لك مع السلامة وشكرا. شكرا بزاف على الاستضافة زهور حبيبة، أنا توحشتكم وتوحشت المغرب، وإن شاء الله أبغي مرة الكورونا الله يجمعنا في ساعة الخير. آمين امين. تبارك الله عليك انيتا، تبارك الله عليك يا لاله، وشكرا بزاف وسمح لي.